بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناة محمد عبدو مع الصف الثالث الابتدائي ومادة الرياضيات للفصل الدراسي الاول مع المحور الاول من اكون والفصل الثاني منه الدروس من 11 الى 20. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم على الدرس 14 القيمة المكانية والصيغ للاعداد الكبيرة وتمهيد للضرب. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا شغلنا بيكون من خلال دليل المعلم، وفي الدرس ده من صفحة 78 الى 80، وزي ما اتفقنا ان انا هعرض على حضراتكم الدليل عشان خاطر تطلعوا عليه وتشوفوا الحاجات اللي فيه. اللي ما عندوش دليل او مش عارف يوصل للأدلة يعني، يبقى قدامه الدليل يشوف ايه اللي فيه، وبعدين يشوف اذا كان في حاجة غامضة مش واضحة عنده يركز عليها واحنا بنشرح في الدرس. فالدليل بيتكلم على النظرة العامة ان احنا هنعد بالقفز عشان تمهيد لدروس الضرب القادمة اللي جاية ان شاء الله. وعندنا الاهداف بتاعت الدرس هنتكلم عليها، والمفردات والمواد اللي احنا هنستخدمها، والتحضير بتاعك للدرس. وبعدين الربط اللي هو من 10 الى 15 دقيقة هنتكلم على القفز وازاي هيبدأوا الاولاد يتذكروا اللي فات في القفز ويكملوا القفز بتاعهم عشان يبدأوا يستوعبوا ويتذكروا القديم عشان ندخل على الدرس بتاعنا او الدروس بتاعتنا اللي هي جاية في الضرب بعد كده، ويبقوا مستوعبين الاساسيات. وبعدين مش هنتعلم حفظ ولا الكلام ده، ده احنا هناخد، وياريت بقى تتابعوني في الجزئيات دي عشان الضرب اللي عامل مشكلة معانا يبقى في غاية البساطة وفي غاية السهولة. هنبدأ فيه من النهاردة بالتمهيد البسيط جدا اللي هو بالقفز بتاعنا، وبعدين هندخل على تعلم وهنكتب عدد من 5 أرقام وهنبدأ نتعامل مع العدد بحيث ان احنا نقرأه وبعدين نكتبه بالصيغة الممتدة بتاعتنا وبالصيغة الرمزية. وبعدين هيبدأوا الأولاد بعد كده يدخلوا على الكتاب بتاعهم بعد ما يتدربوا على القراية والكتابة بتاعة الأعداد بالصيغ بتاعتها الرمزية و الممتدة. بعد كده هيسجلوا مسائل ويبدأوا يحلوها في كتابهم، يعني مسائل موجودة هيحولوها إلى صيغ ممتدة وفي نفس الوقت هي موجودة رمزية. وبعدين هندخل على تأمل بعد كده، وإن احنا هنكتب لهم 5 أرقام ويبتدوا يعملوا فيها ترتيب تصاعدي مرة وتنازلي مرة، أو بمعنى أصح أكبر عدد يمكن تكوينه من ال5 أرقام وأصغر عدد يمكن تكوينه. وصفحة الكتاب بتاعة الميز النهاردة اللي هي الدرس 14 تطبيق فيها الأعداد بالصيغ الرمزية، هو جايبها 4 أعداد والأولاد هيكتبوها بالصيغة الممتدة، وبعدين هيجيبوا هم من عندهم عددين كبار والعددين دول يكتبوهم برضو بالصيغة الرمزية وبعدين الصيغة الممتدة، وبعدين ال6 أعداد اللي عندهم يبدأوا يرتبوهم من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر على حسب الولد ما يعني يرغب في كده. تعالوا بينا نشوف الكلام اللي اتكلمناه ده هنشرحه ازاي النهاردة. الأهداف بتاعة الدرس بتاعنا النهاردة إن في خلال الدرس ده التلاميذ هيعملوا 4 حاجات. أول حاجة هيعدوا بالقفز بمقدار 2 وبعدين مقدار 5 ومقدار 10. طبعا حضراتكم متذكرين 2 4 6 8 ده القفز بمقدار 2، والقفز بمقدار 5 5 10 15 20 25 وهكذا، والقفز بمقدار 10 10 20 30 40 وهو ماشي. هيقرأ الأعداد لغاية خانة مئات الآلاف وهيكتبها بالصيغة الرمزية، وبرضو هيقرأ الأعداد لغاية خانة ال5 آلاف المئات ألف، يعني أرقام من 5 أعداد من 5 أرقام، يعني الخانة هنقف عند خانة مئات الآلاف. مرة هيكتبوها او هيدربوا على قراءتها وكتابتها بالصيغة الرمزية وقراءتها وكتابتها بالصيغة الممتدة، وبعدين يرتبوا مجموعة من الاعداد حتى خانة مئات الالاف. يعني هيرتبوا اعداد يعني بتكون من 5 ارقام او 6 ارقام.
هنبدأ في المفردات الأساسية، الحاجات أو الكلمات الصعبة على الأولاد اللي هنوضحها في الدرس ده. الصيغة الممتدة، كلمة الصيغة الممتدة يعني، وكلمة أكبر من وكلمة أصغر من عشان خاطر هيرتب، وبالتالي يبقى كلمة ترتيب وكلمة العد بالقفز وكلمة الصيغة الرمزية. دي الكلمات اللي عندنا اللي هم 6 كلمات المفروض الأولاد يكونوا عارفين معناها إيه. طيب بالنسبة لتحضيرك للدرس، ما عندناش غير ان انت هتتأكد من ان الجدول اللي احنا بتاع القيمة المكانية اللي اشتغلنا فيه في الدرس 13 ترجع له تاني وتعرضه على التلاميذ بدون اعداد، عشان هنسجل فيه اعداد بعد كده، وهنبص على الخانات بتاعتنا بيبقى عبارة عن 6 خانات، 3 منهم مجموعة الوحدات، مجموعة الوحدات، و3 منهم مجموعة الالاف. تمام، ده اللي احنا هنحضره للدرس بتاعنا. يبقى معانا ايه هي الوسائل التعليمية او المواد اللي احنا هنستخدمها. هو الجدول الكبير هو ده اللي يهمنا، وكتاب التلميذ وقلم رصاص عشان الاولاد يشتغلوا من خلاله. هندخل على جزئية اربط زي ما قلنا من شوية. هنبدأ فيها بان احنا بيلفت نظرك انت كمعلم، بيقول لك خد بالك ان العد بالقفز ده شيء اساسي، او بيضع اساس مهم جدا لفهم ان الضرب هو عملية جمع متكرر. في الصف الثاني الابتدائي اتدربوا التلاميذ على ان هم يقفزوا بمقدار 2 و5 و10. عدل انت الجزء ده من الدرس اذا كان يعني الاولاد مش قادرين يستوعبوا، او يبقى هنركز على الاثنين بس وبعدين الخمسة وبعدين العشرة، واذا كانوا مستوعبين اسرع يبقى العد بسرعة، يعني على حسب ظروف تلاميذك وامكانياتهم واللي متذكرينه واللي انت هتذكرهم بيه. اذا التلاميذ ما تمكنوش ان هم يتذكروا العد بالقفز، تابع بقى التسلسل اللي احنا هنحكيه ده عشان نوريهم خطوة بخطوة كده ببطء اللي هيتعلق بالقفز بمقدار العدد 2. هنقول لهم ان احنا هنتدرب النهاردة على العد عشان نحضر للدرس بتاعنا النهاردة. اولا هنتدرب على العد لغاية 20، يعني هنبدأ نعد من 1 لغاية 20، وبعدين اول ما نوصل ل20 نعد تنازلي من 20 واحنا نازلين، يعني 20 19 18 وهكذا لغاية ما نوصل الى 1. بس خدوا بالكم لما ارفع ايدي لفوق يبقى معناها ان انتوا هتبدأوا تصاعدي، يعني تعدوا 1 2 3 4 كده تصاعدي، واذا اشرت باصبعي لاسفل يبقى هتعدوا 20 19 18 وهكذا، واذا قفلت ايديا وضمتها يعني معناها تتوقف. طيب هنبدأ دلوقتي الاول نعد بقى من 20، من حتى 20 يعني. يلا عدوا كده الاولاد، هرفع ايدي لفوق هيقولوا 1 2 3 4 5 6 7، اروح ضامم ايدي يقفوا الاولاد، وبعدين اروح عامل ايدي لتحت يعني ينزلوا تاني او يصعدوا برضو مش مشكلة، ممكن ينزلوا، احنا وقفنا عند 7 هيقولوا 6 5 4 3 اقف، وبعدين ارفع ايدي لفوق يبدأوا يعدوا 6 7 8 9 10 11، وبعدين اروح واقف بضم ايديا يقفوا، وبعدين اروح منزل، وهكذا لعبة كده ظريفة نعملها مع الاولاد عشان خاطر الاولاد يتدربوا على ان هم يعدوا الاعداد يعني تصاعدي وتنازلي وبسرعة. ده المهم. بعد كده هنبدأ نقول لهم ايه، طب انا عايزكم بقى نشتغل بان احنا نهمس بالعدد 1 يعني بالراحة كده، 1 بصوت واطي، وبعدين نقول 2 بصوت عالي، وبعدين 3 بصوت واطي، 4 بصوت عالي، وهكذا لغاية ما نوصل لغاية 20، واذا كنتوا شطار هنكمل اكتر من كده. هديكم اشارة بايدي عشان تبتدوا، هيبدأوا الاولاد يعدوا. لاحظ ان العد هنا بقى هيكون برضو تصاعدي او تنازلي، يعني هيهمسوا هيقولوا كده بالظبط 1 2 3 4 5 6
وهكذا يفضلوا مستمرين، وبعدين ممكن تروح موقفهم عند عدد وتعمل الإشارة الأسفل يرجعوا تاني بالعكس، وبعدين قول لهم طب يلا بلاش نهمس خالص وننسى عدد ونعد بعدد، يعني نسيب عدد ونعد بعدد، مش بس نهمسه لا نسيبه خالص. المهم هنا ان هم يشتغلوا مع مضاعفات العدد 2، يعني هم هيسيبوا 1 هيقولوا 2، هيسيبوا 3 هيقولوا 4، اذن اللي هيقولوا بصوت عالي هو ايه؟ هو مضاعفات العدد 2 اللي هو جدول 2، هيبداوا يقولوا 2 4 6 8 10، لو حبيت تقول صفر في البدايه يبقى افضل كمان برضو عشان يبقوا عارفين بعد كده الضرب في الصفر بيجيب الصفر فهيبقوا فاهمينها برضو. يعني يبداوا بصفر مثلا، يقولوا 0 2 4 وهكذا، وبعدين دربهم على الخمسة وبعدين على العشرة. دي مهمة جدا في جزئية اربط بتاعنا في الدرس ده. ده بالنسبة لما يخص الضرب والتمهيد له. هنبدأ بعد كده ندخل في تعلم، وهنقول ان احنا دلوقتي هنرجع بقى لأعدادنا الكبيرة جدا. النهاردة هندرس بعض الأعداد الكبيرة جدا. طبعا هو بيحسس الاولاد ان الاعداد دي اعداد ضخمه جدا، وهم فعلا الاولاد شايفينها كده يعني، لكن احنا بنسهلها عليهم وبنقول لهم احنا هنحللها لاجزاء بسيطه زي ما عملنا في الدرس اللي فات، وهنطبق نفس العمليه دي بتاعتنا مرتين مع بعض كده، يعني المره اللي فاتت والمره دي اللي هنعملها مع بعض. دلوقتي تقدروا تنشطوا ذاكرتكم وانت عارض لهم المخطط القيمه المكانيه وكاتب فيه العدد اللي قدامك ده. حاول مع الاولاد ان هم يقروا له العدد ده، مين يقراها لي، مين يعمل ايه، وصحح الاخطاء طبعا في القرايه، انهم يبتدوا دايما من عند الجزء ده وهم ماشيين كده يقروا دول الاول، يقروا دول لوحدهم ويقولوا وراها 1000، يعني 62 يروحوا قايلين وراها 1000، وبعدين يقروا دول عادي 319. اذا الاولاد الكتير منهم يعني معرفوش يقروا صحيح، يبقى انت لازم تقسم العدد زي ما عملنا المرة اللي فاتت وتغطيه بالشكل ده كده. العدد ده كامل اللي قدامي هيقولوا 9، برافو ده مكون من رقم 1 9. طب لو حطينا رقم تاني جنبه هيبقى كام؟ هيقولوا 19. طب لو حطينا واحد تاني جنبه هيقولوا 319، ودي طبعا متدربين عليها من سنة تانية كويس جدا. وبعدين نبدأ نضيف دي، هنقول كام؟ هنقول 2000، مش 2000 بقى، لا نقول 2319. طب وبعدين نقول 62319. اذا هندرب الاولاد بالطريقة دي عشان الاولاد يقدروا فاهمين رقم رقم واحنا ماشيين. وعلى فكرة العملية دي مهمة جدا بتاع تغطية الاعداد عشان الولد يتدرج من قراية رقم 1 الى رقمين الى 3 الى 4 الى 5، وبعدين هيتصاعد كمان الى 6. تكملة الكلام بتاعنا، هنعرض عليهم العدد اللي احنا عملناه وحطينه في جدول القيمة المكانية بالشكل ده، وبعدين هنبدأ بقى نقول لهم ليه احنا ما نقدرش نرسم اشكال هنا، احنا او بلاش نقولها كده، نقول مش هنرسم شكل هنا يوضح العدد بتاعنا اللي هي نماذج الصور اللي كنا عاملينها بتاعت المكعبات بتاعت الوحدات ومكعبات العشرات ومكعبات المئات ومكعبات الالاف. طب يا ترى مين شاطر يقول لي كم مكعب للالاف هحطه هنا؟ اذا كنت تعني كلمة الالاف ده هي هيبقى 2000، يعني هحط مكعبين كل واحد منهم بألف، المكعبات الكبيرة اللي شفناها في الاخر بتاعت الالاف. طب واذا كنت تعني بكلمة الالاف المجموعة دي كلها يبقى ده معناه ان انت هتحط 62 مكعب، كل مكعب يمثل 1000، المكعب الكبير الضخم اللي كان في الاخر في الدرس اللي قبله واللي قبل اللي قبله. طيب يعني معناها دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 16000، 16 يعني 60، يعني 60000 دي معناها 60000، دي تأكد عليها قوي، دي معناها 60000 ودي معناها 2000. طب كلام جميل، لان دي فهمهم الاول وبعدين نقول لهم طريقة سريعة مختصرة بعد كده، بس لازم يكونوا فاهمين ان الستة دي في خانة ايه؟ في خانة عشرات الالاف. يعني ايه في خانة عشرات الالاف؟ يعني 16 من الالاف،
ست عشرات يعني 60 من الآلاف يعني 60,000، إذن دي 60,000 ودي 2 من الآلاف يعني 2000، دي مع دي ب 62,000. فهنا ما ينفعش أرسم المكعبات لأنها تبقى مكعبات كتير جدا معانا. عشان كده أنا عايز منكم بقى أن أنتم تجربوا تكتبوا لي العدد ده بالصيغة المميزة. اتذكروا أن أنتم ان احنا بنتعلم استخدام الاعداد الكبيرة جدا بس وعشان كده ما تكونوش يعني اذا لم تكونوا متأكدين يعني غلطتوا يعني او اخبطتوا شوية، ده عادي جدا، احنا كلنا بنغلط في بداية اي حاجة بنتعلمها. عشان كده لازم ننتقل بقى لصفحة الدرس 14 التطبيق عشان نتدرب على حكاية الصيغة الممتدة والصيغة الرمزية للعدد بتاعنا ده واعداد تانية كمان معاه. تقدر كل واحد منكم اذا كان يحب يشتغل بمفرده مفيش مشكلة، عايز تشتغل مع زميلك المجاور برضو مفيش مشكلة عشان تكتب في كتابك الصيغ الممتدة والصيغ الرمزية للاعداد، وهنتحدث عن الكلام ده خلال بضع دقائق. هيبدأوا الاولاد يفتحوا الكتاب بتاعهم، هيلاقوا في الكتاب صفحة 14 صفحة 29 الدرس 14 التطبيق اللي احنا شفناه من شوية ده. الارشادات فيه بتقول اكتب كل عدد بالصيغة الممتدة، يعني هو جايبه بالصيغة الرمزية وانت تكتبه بالصيغة الممتدة، وبعدين اتدرب على قراية الاتنين، على القراية بالصيغة الرمزية والصيغة الممتدة بس بالهمس ما تطلعش صوت. الاعداد هو جايبها بالشكل ده، الاولاد يبدأوا يتدربوا على ان هم يقروها، يقروا 62,000، طبعا هم بيسيبوا 3 ارقام الاول وبعدين يقروا اللي بعدهم، هيقولوا 62,000 ويكملوا 319، برضو هنا نفس الكلام، هيسيبوا اول 3 ارقام ويقروا اللي بعدهم 762,000 و319، برضو هنا يسيبوا 3 ارقام ويقروا اللي بعدهم 15,000، لازم يقول كلمة 1000 خدوا بالكم و780، وبعدين هنا يسيبوا 3 ارقام اللي هي 4 و0 و0 ويقرا اللي وراها 812، وديت في الالاف يبقى 1000، 812,000، وبعدين هيسكتوا، لا نقول لهم دي 4. طيب تعالوا بقى يلا اكتبوا لي ده بالصيغة الرمزية. انا عندي الستة دي في خانة هيبدأوا الاولاد يعدوا من احد عشرات مئات الوف، لا انت قول لهم مدام عدينا 3 يبقى الالاف وبعدين عشرات الالاف، يعني ديت كام؟ 6 عشرات يعني 60,000. طب انا بقى سهلها بقى دلوقتي اقول بص كده للستة اللي احنا عايزينها قدامها كام عدد، كام رقم؟ 1 2 3 4، حط مكانهم اصفار على طول، يبقى بدل ما هتقول 6 دي في الايه في عشرات الالاف هتقول 60,000. طب والاتنين دي قدامها دي في خانة ايه الاول؟ الالاف يعني 2000، يعني قدامها 3 اصفار، تمام، لان قدامها 3 ارقام اهو، والتلاتة قدامها رقمين لانها 300 في خانة المئات، والواحد في خانة العشرات ب10، وبعدين 9 في خانة الاحاد ب9، اذا هيبقى الكتابة بالشكل ده. الستة في خانة عشرات، احنا بنكتب الستة بس دلوقتي، 6 في خانة العشرات. المرة اللي فاتت احنا على فكرة كتبنا من الاحد واحنا ماشيين، لا المرة دي عشان الاولاد يعرفوا ان هي بمعنى واحد، بس هو الافضل الحقيقة ان هم يكتبوا كده فعلا الافضل. ليه؟ لان انا المرة فاتت قلت الافضل الاحد، لا الافضل دي ليه؟ لان هو بينطق الاول بينطق ال 62,000 قبل ما بيقول التسعة والواحد والتلاتة دي، فعشان كده الافضل ان هم يقولوا الكلام ده. هيقولوا بقى الستة دي في خانة عشرات يبقى 60، بس في الالاف يبقى 60,000. علمهم ان هم يسيبوا مسافة كده صغيرة بين الثلاث اصفار الاولانيين واللي بعدها 60,000 عشان يقدر يميز في القراية بسرعة، وبعدين دي 2000 اللي هي التانية دي، وبعدين لانها في خانة الالاف، وبعدين التلتمية في خانة التلاتة في خانة المئات، وبعدين الواحد في خانة العشرات ب10، وبعدين التسعة. اذا اراها 60,000 زائد 2000 زائد 300 زائد 10 زائد 9، وخليهم يجربوا يجمعوها كده، 60,000 زائد 2000 يبقى 62,000، و310 مع 9 يبقى 19، يبقى 60,000، 62,000، 300 319. نفس الكلام
مع اللي بعدها هنا، بس يلاحظ ان السبعة في خانة مئات، يعني 700 ايه ده في خانة الالاف، يبقى 700 الف. قدامها خمس ارقام، وفعلا هيبقى قدامها خمس اصفار. والستة في خانة عشرات ب60، ودي في الالاف هيبقى 60 الف، يعني 4 اصفار، 60 وبعدين التلات اصفار بتوع كلمة الف. تلات اصفار دول خاصة بكلمة الف. طب وبعدين الاتنين ب2000، عشان في خانة الالاف احد الالاف ب2000، وبعدين التلتمية اللي هي التلاتة في خانة المئات، وبعدين العشرة اللي هو الواحد في العشرات، والتسعة اللي هي في الاحد. نيجي للي تحتها نفس الكلام هنعمله معاها. الواحد ده في خانة العشرات ب10، بس دي الاف، هيبقى 10 الاف. شوفوا 10 الاف، وفهمهم 10 اهي، والالاف التلات اصفار. وبعدين اللي وراها دي خمسة في خانة احد الالاف او الالاف، هيبقى 5000. خمسة قدامها تلات اصفار، السبعة ب700، التمانية ب80، والصفر ينزل. ما نزلتوش مش مشكلة، بس وجوده افضل، عشان يبقى الولد فاهم ان دي بتاعة العشرات ودي بتاعة الاحاد. طب نيجي بقى على دي برضو، التمانية في خانة المئات بتاعة الالاف، يعني 800 الف، والعشرة الواحد ده هو في خانة العشرات بتوع الالاف، يعني 10 الاف، والاتنين دي في خانة الالاف، يعني 2000، وبعدين في صفر صفر ينزلوا زي ما هم المئات والعشرات، وبعدين 4 بتاعة الاحد. لاحظ هنا زي ما قلنا، عشان تسهل بقى مع الاولاد، يلمح كام عدد قدام الرقم الاول اللي هيكتبه. التمانية دي كام رقم قدامها؟ قدامها ادي 2 4 5، يحط الخمس اصفار، 3 بعيد كده، والاتنين دول يا ريت تأكد على حتة النظام ده، ان التلاتة يبعدوا شوية عشان تبقى سريعة في القراية بتاعتهم. خدوا بالكم ان الاعداد ده اهي هيجيبها لنا تاني في نفس الصفحة، الاربعة دول ومعاهم عددين تانيين، عشان خاطر الاولاد يرتبوهم تصاعدي او تنازلي زي ما هم عايزين. هندخل على تكملة الصفحة، ما تنقلناش لصفحة تانية، على تكملة الصفحة نفسها، صفحة 29. بعد اللي عملوه الاولاد وكتبوا بالصيغة الرمزية والممتدة، هنبدأ نقول لهم انا بقى عايزكم تكتبوا لي اعداد كبيره جدا بالصيغه الرمزيه، وبعدين تكتبوها بالصيغه الممتده. يعني عندك خطين اهو، تكتب هنا الصيغه الرمزيه وهنا الصيغه الممتده، هنا الصيغه الرمزيه وهنا الصيغه الممتده. منين يجيبوا الاعداد دي؟ من عندهم هم اللي يجيبوها. يعني يجي يكتب الاعداد بتاعتنا الاول، يلاقيها اهي العدد ده، معلش العدد ده الاول، وبعدين العدد ده هو من كام رقم؟ من 6 ارقام. هنا خدوا بالكم بقى، الواحد ده في خانة مئات الالاف، يعني 100 الف، ده واحد يبقى 100، ودي 70 الف، ودي 3000، ودي 5 500، يا ريت تخليهم يعملوا كده الاول، وبعدين دي 1 ب10، وبعدين دي 3. اذا عشان نكتبها هنكتبها 100 الف بتاعت الاولانيه دي اللي قدامها 5 ارقام بقوا 5 اصفار، والسبعه دي اللي قدامها 4 ارقام ب4 اصفار، والثلاثه اللي قدامها 3 ارقام ب3 اصفار، والخمسه اللي قدامها رقمين ب0، والواحد اللي قدامه رقم 1 ب10، وبعدين الثلاثه، وبعدين اديهم رقم، هم يكتبوا رقم تاني بالشكل ده كده، من 6 ارقام، عشان تبقى في اعداد كتيره يقدروا يفكروا في ان هم يرتبوها. برضه هنعمل نفس الحكايه، الاربعه دي في خانه مئات الالاف يعني ب400، الثلاثه في العشرات يعني ب30 الف طبعا، ودي 1000، ودي 6000، ودي 200، ودي 50، ودي 1. هيجي بالشكل ده قدامي، ادي الاربعه اللي في خانه مئات الالاف اهو 400 الف، والثلاثة في خانه عشرات يبقى ب30 الف، وبعدين السته في خانه الالاف ب60 الف، ب6000، وبعدين ال200 ب200، ال2 ب200، والخمسة ب50، والواحد ينزل زي ما هو.
هنقول لهم بقى يلا كده رتبوا لي الارقام الاعداد بتاعتنا الستة، الرقمين دول واللي فاتوا ترتيب تصاعدي او تنازلي على حسب ما تحب. سيبهم الاولاد يرتبوهم طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان هم ياخدوا الارقام اللي عددها اكتر الاول، يعني في ست ارقام اهو، يبقى يبدأوا ياخدوهم ويرتبوهم الاول. نفترض ان هو هيرتب من الكبير للصغير مثلا، هياخد الترتيب بتاعهم الست ارقام اهو، ده اكبر واحد وبعدين ده ست ارقام وده ست ارقام وده ست ارقام. اذا قدامنا اربع اعداد من ست ارقام. هيبدأ يبص للخانة الاخيرة بتاعت المئة الف، هيلاقي هنا تمانية، هنا سبعة، هنا اربعة، هنا واحد. اذا اترتبوا على طول من اول خانة، محتاجناش ان احنا ناخد من اللي بعدها لانهم مختلفين خانة المئات بتاعت الالاف. بحط عشان ده الكبير اقول اكبر من، عود الاولاد على العلامة مهمة جدا في الترتيب، ان ده اكبر من ده وده اكبر من ده وده اكبر من ده. وبعدين بعد كده هناخد الخمس ارقام هنلاقيهم رقمين، هنلاقي العدد الخامس هنا اللي هو عشرات الالاف ستة، لكن هنا عشرات الالاف واحد، يبقى ده اكبر من ده. واذا كان طبعا هيرتبوا تنازلي بتاع ده تصاعدي، يبقى يبدأوا من ده ونقول اصغر من، وبعدين نجيب ده اصغر من، نجيب ده اصغر من، وهكذا. تمام، اظن كده ده الجزئية بتاع التعلم من خلال الكتاب ودليل، وكتاب التلميذ ودليل المعلم. في تأمل بتكتب لهم خمس ارقام على السبورة بالشكل ده، اي ارقام عشوائية بالشكل ده، وتقول لهم انا عايزكم بقى تكتبوا لي من الخمس ارقام بتوعنا دول اكبر عدد نكونه، اكبر عدد يمكن تكوينه من الخمس ارقام. يبدأوا الأولاد يفكروا ويطلعوا على السبورة واحد واثنين وثلاثة واربعة، لغاية ما نوصل للنهاية ان هم بيجيبوا أكبر رقم من دول يحطوه هنا من جهة اليسار، وبعدين يجيبوا اللي بعده هنا، وبعدين يجيبوا اللي بعده هنا، وبعدين يجيبوا اللي بعده هنا، وبعدين يجيبوا اللي بعده هنا كده. طبعا انت ما تاخدهاش بسرعة كده، انت سيبهم يتدربوا ويحلوا ويفكروا ويعملوا، طب شوف لو عملت ده اكبر منه، لا ده اصغر منه، ده مش عارف ايه. وبعدين تعمد بعد كده ان انت تديهم اعداد برضو خمسة زي كده، ارقام خمسة زي كده، ويكونوا اصغر عدد. برضو هيعملوا نفس الحركة، يجيبوا الواحد هنا الصغير، وبعدين يجيبوا الاثنين هنا، وبعدين يجيبوا الستة، وهم ماشيين بيزودوا في الاعداد، وبعدين السبعة، وبعدين التسعة، ده أصغر عدد. افرض إن كان في صفر في الأعداد، يعني مثلا بدل التسعة دي كان في صفر، يبقى هنجيبه هنا في الأول؟ لأ ليه؟ لأن كده ضيع خانة وهم خمس خانات مش هيتحسب معايا. طب بعمل إيه؟ بحرك الواحد ده أجيبه كده وأحط الصفر هنا. خدوا بالكم من الحتة دي إذا تعرضتوا لمسألة زي دي وحبيتوا تدوها للأولاد، فبالتالي الصفر بيجي هنا. لكن في الكبير لما خد التسعة والسبعة والستة والاثنين والواحد، لو في صفر بيحطه، لان هنا محسوب معايا في القراية بتاعتي. ما هو بيقول لك رتب خمس ارقام، رتب كون منهم اكبر عدد او اصغر عدد. فانت لما تيجي تحط الصفر اللي هو واحد من الخمسة دول حطيته هنا، وبعدين رتبت الاربعة التانيين، كده الصفر مش محسوب معايا، يبقى انت رتبت اربع ارقام بس ما رتبتش خمسة. وضحت ليه؟ هتسيبهم بقى يلتفتوا للزميل ويتحاوروا والكلام ده، وبعدين توريهم او هم لغايه ما يوصلوا للصح او الغزا، يعني الصح بالدقه زي ما عملنا، واستمع للمحادثات بتاعتهم واجابتهم، وتقول لهم هل انتم موافقين على عمل زمايلكم ده؟ في اعداد تانية مختلفه تقدروا تكتبوها وتطلع تكون صح. طبعا مش هيجدوا غير العدد الكبير واحد بس والعدد الصغير واحد بس، اذا سمح الوقت كرر الاجراء السابق، ولكن المرة دي بالبحث عن اصغر عدد بدل اكبر عدد، يعني خليها لعبة اذا كان الوقت يسمح معاك من الدرس بتاعك. بكده نكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة. شعار القناة موجود هنا، المسه، هتظهر كلمة اشترك، اضغط عليها يزيد العدد واحد، يبقى انت اشتركت، لكن اشتراكك غير فعلي، لازم تضغط على الجرس وتضغط على كلمة الكل اللي هتظهر عشان يجي لك رسالة بأي فيديو ينزل على قناة محمد عبده. وفي رابط انا حطه تحت كده اهو،
تحت الفيديو بين العنوان والفيديو في رياضيات جديد صف ثالث حاجة زي كده، تضغط عليها تتفتح معاك الدروس ال 13 كلهم، وهحط لك هنا الدروس المناسبة معاك عشان تشوفها. وإذا كان في مكان جنب عنوان الفيديو هحط لك رابط قناتيني، قناة براعم مبدعة اللي هي للترم الثاني، وقناة معلم الرياضيات مراجعات من كي جي لتالتة إعدادي من خارج الكتب. يسعدني إنك تدخل وتنضم وتشترك في القناتين التانيين، قناة الترم الثاني اللي هي براعم مبدعة ومعلم الرياضيات للترمين. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.